هل لعيبه المنتخب او الكلام اللي بيحصل ما بينكم كصحفيين قاعدين او مع البعثه الاعلاميه او مع المنتخب بالكامل، يعني هل في كلام عن امم افريقيا؟ هل في كلام عن ان هي ممكن زي ما بيتقال ان هي تتاجل، على الرغم مثلا يعني انت قلت لنا ان انت عندك معلومه ان هي ممكن تتاجل امبارح برضو بالليل؟ صحيح، طلع كلام من السفير المصري في الكاميرون وقال ان يعني لا، كل الاستعدادات قائمه وكل الدنيا تمام وكل الامور جيده جدا. اعتقد كان على المحور مع بركات قال هذا الكلام، وبالتالي ايه الموضوع؟ هل في كلام عن هذا الامر؟ هو هل ده كمان بيشغل بال الناس؟ لا، الفريق منفصل تماما عن الكلام ده. الفرقه ما لهاش علاقه بالموضوع ده، لانه كيروش النهارده وعمرو السوليه في المؤتمر الصحفي قالوا ان هم بمناسبه الكلام على اللي هيلعب 100%، كارلوس كيروش اتسال النهارده السؤال ده وجاوب وقال انا ما عنديش لعيب شاكك في مشاركته هلعبه. وقال وضرب مثال بقفشه ان هو كان جاهز المباراه الماضيه ولكن ما دفعش بيه من البدايه لانه كان قلقان عليه، ودفع بيه لما المباراه شدت شويه وكان في نهايتها يعني. فهو جاوب على سؤال الاصابات، وجاوبوا على اسئله الناس ان هم مركزين في المباراه وبياخدوا مباراه تونسيه زي اي مباراه. عمرو السوليه الحقيقه اجاب اجابه رائعه حول انه حد ساله وقال له انه الفرق المنتخب التونسي متفوق تاريخيا على المنتخب المصري، قال له سيب التاريخ للتاريخ ونحن نصنع الواقع ونصنع الغد. ان المباراه ما فيش حاجه كره بتتحسمش بالتاريخ، كره بتتحسم بارض الملعب، واحنا جاهزين ان احنا نقدم مباراه رائعه والافضل يكسب. الحقيقه يوم بعد يوم عمرو السوليه بيقول ان هو بالفعل بقى قائد لمنتخب مصر. اما كاس الامم لا، ما اعتقدش ان هي بتشغل الفريق خالص. الفريق مركز في مباراه الغد ومهتم جدا بالوصول لنهائي البطوله العربيه، وبعد كده من يوم السبت هيبداوا لو ربنا كرم ولعبنا النهائي، بعد يوم السبت يبدا الجهاز الفني يفكر. وانا لسه بقول لك يا كابتن اسلام، شكوك كبيره جدا جدا حول اقامه كاس الامم. الفيفا مدي وعد للعيبه للفرق الاوروبيه انه لعيبتها مش هتنضم، في كلام كتير قوي، لانه مش الاهلي بس، تاني قلنا مش الاهلي بس اللي عنده مشكله، انديه كتير جدا عندها مشكله. تشيلسي اللي هيلعب عنده مشكله مع مندي، عنده مشكله مع حكيم زياش، في مونتيري المكسيكي عنده مشكله في اقامه المباريات بتاعته لان في تصفيات امريكا الشماليه. كل الانديه عندها مشاكل من اقامه البطولات في نفس التوقيت، ومن الفيفا اصر على اقامه البطوله في نفس التوقيت. اعتقد لحد دلوقتي الكاميرون عندها مشاكل كبيره جدا في تنظيم البطوله، الطرق مش موجوده، مش متاحه، التطمينات الطبيه لفيروس كورونا مش موجوده. في اجتماعات قريبه جدا للجنه الطوارئ في الكاف وهي اللي هتاخد القرار، وتاني محدش عارف ايه اللي بيحصل، لانه من يدير الاتحاد الافريقي هم مسؤول الفيفا وهم اصحاب القرار. رغم انه النهارده السكرتير العام للكاف قال ان البطوله هتقام في موعدها، وهو بيلف دلوقتي بيدي دعوات لرؤساء الجمهوريات في افريقيا لحضور حفل الافتتاح، ولكن انا بقول انه حسب معلوماتي انه في مشاكل كتير جدا في اقامه البطوله. أيوه. في التوقيت ده والايام، يعني خلاص يعني خلال ايام الصوره تطلع. عموما نتمنى طبعا اللي يكون الدنيا تمشي بالطريقه اللي يتمناها الجميع الحقيقه، لانه بطوله امم افريقيا الحقيقه في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الازمات هنشوف ايه اللي هيحصل فيها، هل ستقام في موعدها ولا سيكون هناك ميعاد اخر او سيتم الغائها. يعني السيناريو ده انا هتكلم فيه في الجزء الثاني من هذه الحلقه.